بعد الاتصال احكي لهم هيك قد ايه الايجنت صاروا عاملين بزنس لانه يعني صار يجبر يكون لبناني تعمل ارسام من وراه لو ترك نص البطوله يدور. حكيت قبل انا وياك قبل شوي عن اشكال اللي صار بين نادي انوبين ونادي حبوش، مش اشكال نادي، الاتحاد اللي صار فيه التباس معه. رح نسمع بصوت البريزيدون جو فخري رئيس نادي انوبين شو صار معه. مساء الخير استاذ جو. مساء النور، يعطيك العافيه. الله يعافيك، كيفك استاذ نازل؟ انا بشكرك كثير انك عم تنقل صوت نادي درجه ثالثه، وهذا عاده هذا الصوت غير مسموع بوسط الاتحادات وخصوصا بوسط. اهلا وسهلا فيك، ما في داعي لشك، يعني احنا بالنسبه لنا انديه الدرجه رابعه مثل انديه الدرجه الاولى، الفرق بالباجت يمكن الاتحاد وقت اللي بدير اسفل الهرم بطريقه كتير منيحه عم نوصل لفوق بطريقه شفافه اكثر. يا رايت الاتحاد بيعتمد هذا الشيء اللي انت عم تعتمده. شو صار معك استاذ جو بالتفصيل؟ استاذنا اللي صار معنا هو ببدايه الموسم بطوله الدرجه الثالثه دائما في استذهال، دائما في تعاطي غير مسؤول، دائما بيخلوك على اساس انك انت مش درجة ثالثة، انت جاي من عالم كأنه عالم يعني ما بيستحق الواحد يهتم فيه. يعني هل قد بقول لك اياها انه بيبعتوا تعميم على بطولة درجة ثالثة، بنشتغل نحن مع الفريق اللي هو فريق نادي النوبين، نادي النوبين الشري، بنشتغل بكل جدية على انه في بطولة وفي اتحاد وعن يدير هالاتحاد البطولة وعن يدير الحكم. وإذ نتفاجأ على برنامج البطولة أنه نحن في مباراة نادي النوبين ونادي عنكورة، وين؟ على ملعب نادي عنكورة. نحكي معهم ونقول لهم أنه يا عمي هذا الموضوع ما بيحق بالقانون بالدرجة الثالثة، ما لك حق تلعب على تلعب الفريق على أرضك، بده يكون ملعب مخيط، وهذا نظام الدرجة الثالثة. حكينا جينا نحكي رسان فيريس على طول ما بيرد على التليفون، ما بيرد على الخط، بتيجي تحكي مع حدا بالاتحاد، مع موظفين الاتحاد، مع المسؤول عن المدير بالاتحاد، تغري بيرد بيقول لك نحن ما بيدنا شيء، الموضوع عند رسان فيريس. نزل على عرض الملعب نلعب المباراة، بنص المباراة لاحظنا انه في حكم ما وعد المسؤولية، حكم متدرج بيعطينه منه على قد، حوالنا نقتصر برسام فارس انه خيي نحن طالعين على عين 10 نقط بس في شيء غلط عم بيصير، حكم ما عم يقدر يلقط البطوله، الحكم وقت بيصوفر صفايا غلط وبيحكم بطريقه غلط وبيحكم بطريقه انه نادي النوبين بحس حوله انه كمان هاو شباب عندهم من كرامتهم عندهم من عفوينهم ما بيقدروا، يعني ناس هاو جماعه لأنك جايبهم بفعلهم، لأنك جايبهم من برا، لأنك جايبهم بستوردهم هولي عالم من تشري، عالم عندك كرامتها ما حدا رد عليك خلال المباراة على أبدا إلا باستثناء وقت اتصلت بالجهات السليمة، استاذ جهات السليمة رد علي وقال لي 5 دقايق برجع بحكيك، ساعتها تلفان لي الأمين العام. هون ساعة 3 ثواني نحن كنا طالعين لعنده طالعين عليهم بتاع هالماتش، جينا عم نحضر حوالنا لماتش تاني، قلنا يا خيي ماشي الحال مرقت، وإذ نتفاجأ إنه المباراة أجلت من نهار الأحد للخميس. بيتصل في موظف الاتحاد أعطوه بيقول لي بيتمنى عليك الأمين العام بأجل الماتش. قال لي بدك تأجل الماتش؟ قلت له أنا ما فيني أجل الماتش لأنه يعني الشباب طلاب جامعات طلاب مدارس، نحن ما فينا نعمل ما فينا نأجل الماتش، بتبلغ الأمين العام. ما في ساعتين بيبعث لي كتاب إنه الهيئة الإدارية عررت زيلي لهيك هالثغرات، اجتمعت كرمالكم الهيئة الإدارية، الهيئة الإدارية اجتمعت كرمالنا، مع العلم إنه الهيئة الإدارية ببطولات الدرجة الأولى بيكون عندي بين الحكمة والنادي الرياضي عم بيصير مشاكل كبيرة، إن كان بالتحكيم إن كان بالمدارج، ما بتجتمع الهيئة الإدارية، اجتمعت الهيئة الإدارية كرمال نادي الدرجة الثالثة. رسام فارس بيستعمل الهيئة الإدارية مثل ما يعني بيستعمل يعني سوري من هالتعبير، بيستعملها بطريقة لا بتليق بالاتحاد ولا بتليق بالهيئة الإدارية تبع الاتحاد. جربنا رفضنا الطلب، رجعنا حكينا مع رئيس الاتحاد، قلنا له يا رئيس الاتحاد هذا العنصر،
بيقوم بيعمل اتصالات وبيقول لي بيقول لهم بالحفل الواحد انه ما لكم حق تأجلوا المباراه، لا اذا ما كان وافق الطرف الثالث الطرف الثاني الفريق الثاني، قال لا لم تعرف نسافر، قال لهم ما لكم حق، وعدني انه بده يحل الموضوع. اتصلت فيه ثاني مره قال لي عندي خط دولي، ما بعرف اذا خط دولي او خط من مكتب المكتب، بقى بيقول لي وجا حكينا جا طلبته ما رد على التليفون. رجعنا عملنا طلعنا على الفيسبوك بلشنا نحط على الاعلام انه هذا الشيء اللي عم بيصير هذا غلط، هذا الشيء ما ممكن يصير، ما بنقبل فيه. بلش اذا بدك انه بلش يرد علينا انه اوكي سيز جو حطيت حسب معرفه حطيت شيء على الفيسبوك زعجوا للبريزيدون نصار. شو هو اللي حطيته؟ ما بعرف انت شو حطيت شيء زعجه بالشخصي حتى متعب منك، ولا البيان اللي حطيتوه بالجمهوريه هو اللي زعج؟ نحن حطينا بيان بالجمهوريه بعد ما وصل لمرحله رئيس الاتحاد انه مشي مثل ما مشي بالغلط، مشي غطى غسان فيريس. انت شو عم تحكي يا استاذي؟ غطى غسان فيريس بمخالفته القانونيه، اعتبر انه نادي النوبين ليس اهم من غسان فيريس. غسان فارس هو أمين عام، مين في وراه، مين حيطه، مين زارعه بالاتحاد، هودي الحسابات كلها سوا. بيجي يوم رح نحكي فيها. والأسوأ من ذلك أنا بدي أقول لك شغلة، في شغلات بالجرم المشهود بال 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 بالهيئة العامة. وقت أستاذ جو بس حتى تكون واضحة اللي عم يتابعنا بالنظام، أنت بعتوا لك بيان إداري؟ نعم. في وارد بالجلسة يعني عملوا جلسة هذا اللي عم حكيك إياه. اتصل بعضو اتحاد صديق لي وفي ناس اوادم بهالاتحاد، في اعضاء اوادم وعندي اكثر من صديق بهالاتحاد، بيقول لي لا بالجلسه انحكى فيها ولا بمحضر الجلسه انحكى فيها. ساعتها هيدي مخالفه تعطى معنا غسان فارس بهذا الموضوع. يعني انا بعتبر حوالي وبقول لك وانا مسؤول عن كلامي وانا يعني مستعد لهالموضوع. في غرف سوداء بقلب الاتحاد، غرف سوداء، بتعرف غرف السوداء سوداء، بتعرف ايام ايمات غرف السوداء ايام الانظمه التدريج اللي زالت، في غرف سوداء بتقرر مين النادي بده يطلع مين النادي بيضل. اذا بقول لك بيستعجلوا بمباراه الدرجه الثالثه يلي الدرجه الثالثه عندها مستوى، بتمنى عليك تطلع تحضر مباراة. شو هالمستوى، شو هاللعيبة، شو هالقدرة اللي عندهم إياها على أرض الملعب، بيتعاطوا بمباراة درجة ثالثة. صدقني يا بيكون واحد منهم يعني يعمل أرجيلة، يا أقعد بقهوة يعني شرب فنجان قهوة وبيقولوا له أش رأيك نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك. أتصور أستاذ جو انت... لا 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 معك وقتك، بس بدي استوضح منك مباراتكم كمفترض تكون الأحد اللي مرق أجلت للخميس يعني لبكرة. لبكرة. وبس بدي أقول لك شغلة، غسان فارس بيعرف وهدي المخالفة الثالثة، وإذا بدك بالجرم المشهور المخالفة الثالثة وقت بيعين لنا ماشي الساعة 10 الصبح. اتصور 10 الصبح يا صديقي، اتصور يا صديقي 10 الصبح بدك تقوم تفايقه من بشارك الساعة 6، في عنا عالم حتى قاعدة بالعرض بدك تفايقه الساعة 6، لا بيعرف حوله بده يتروق، لا بيعرف حوله بده يتغدى، لا بيعرف حوله بده ينزل على الساعة 10 يلعب مباراة. وين بعنتورة؟ بعنتورة بدك ساعتين ونص اتصال عن مالا. شغلي تاني مع العلم انه غسان فارس من حتشيت الحبيب حتشيت المقاومة اللي ما بتقبل اي تصرف بحق شاري وحق النوبين. ونحن النوبين مش النوبين بشاري، نحن نادي النوبين، وقت سمينا نادي النوبين نادي النوبين يعني وادي النوبين، يعني بيع كل اللي عكتاف نادي النوبين هذا النادي اللي مصره. استاذ جو بيعرف حوله غسان فارس انه بيطلع ثلاث مرات على حتشيت، بيطلع ثلاث مرات قد ما الطريق طويله وقد بينزعج قد بينزعج. بقى هالاسم نادي النوبين كيف غلط بالموعد الساعه 10؟ والملاعب لو بقول لك الملاعب تساله بيقول لك في ملاعب. لا يا اخي اذا انت ما هن بياخذوا ملاعب ما بيدفعوا مصاري كرمال هيك، ما في ملاعب بيشوفوا مين بيعطيهم الملاعب. بدك يا اخي انت اذا اليوم هذا النادي الدرجه الثالثه وانا بدي اقول لك ما له مستوى، لك هذا لازم ينحط عليه ميزانيه محترمه. انت عم تعمل عم تنشئ مستقبل كره السله، لا مستقبله، لا مستقبل كل اللعيبه اللي عم يجوا هولي على مشارف سنه سنتين ثلاثه بدهم يعتزلوا، اي مستقبل عم تعمله لهاللعيبه؟ بتقول انت بدك تلعب العالم يا شيخ؟ خيي انا عم حكيكوا بكلام مسؤول، انا بعد امن ملاعب
نحن الدرجه الثالث لعبونا على 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 ملاعب محترمه، بيقول لك ما في ملاعب. والأسوأ من هاي بيبعثوا لك حكام، لك الحكام مثلا بيقول لك انا انه الحكم اللي سوري من هالتعبير بيشوفوا وين في حكم ظروفه الماديه، ظروفه سوري ظروف التحكيميه ما بتسمح له يكون لا بالدرجه الثانيه ولا بالدرجه الاولى، وبيودوه على مباراه الدرجه الثالثه. استاذ جو بأجل بقول لك شغله، بأجل المباراه بيعمل حسابات انتخابيه، بيعمل مزبوط. حسابات بس حتى ما طول ومعك كثير وقت، بدي شو بدك تعمل؟ مباراتك مقرره بكره، بدك تطلع بكره على الجيم ولا لا؟ طالع بكره على الجيم صدقني طالعين، ونحكى معي انه انا ما نزل البيان بالجريده، ونحكى معي انه ما صعب ومعقول بيعملوا لي اللي بدي اياه، واذا بدي صعب انه مباراتي بكره على 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 المحط انا بقول انه نازل ونازل نلعب. مين مدرب نادي حبوش؟ فرج ما بعرف، هو يمكن علي ما بعرف اسم الثاني، علي سوري ما بعرف. هو كرماله أجلت مباراة لأنه كان مسافر، لأنه مسافر. بكرة مباراتكم وين أستاذ جو؟ بدي ضحكك بس عشغلي وحدة، أحد اللاعبين المحترمين بيقول لي جو ما زال تأجيل لأنه مدرب مسافر، أنا نطور المواي جمعة الجاية أعطيني دور مواي بجناين، بليز تحكي مع الأمين العام يأجل البطولة يأجلنا إياها جمعة. يمكن بأجل لك إذا بتحكي معه. لا إنه تصور. لا أنا عم بحكي بمزح لأنه ما لازم ينلعب بسكاجو البطولة. يعني إذا واحد اليوم بيطلع من الدرجة الثالثة مع العلم إنه هني مازال عم يستاهلوا بالدرجة الثالثة، لاش بيردوا وراهم بالانتخابات؟ لاش بيروحوا بيقولوا لهم قبل بشهر وقبل بجمعتين وبيبلشوا يحكوا معهم ويقولوا لهم أنتوا حبوبات قلبنا؟ هي بتصير مع كل الأندية أستاذ، وعلى طول على الانتخابات الرابعة والثالثة والثانية بصير لهم زيارات من المرشح لرئاسة الاتحاد. بيتعاطوا معهم على أساس رؤساء أندية وأندية محترمة ترمي الانتخابات. لك صدقني بيجي الحكم غوفي، لك مراقب المباراة أنت لو بتشوف كيف بتتصرف على أرض الطاولة. أستاذ جو أنا بدرب فريق بالدرجة الرابعة واللي عم تعاني منه أنت متر، نحن معانيين منه أمطار يعني عم بالاستلشاء التحكيمي. بدي أختم معك بعد بآخر سؤال، فريقك السنة أنت مركبين فريق طيطلع درجة يعني هلقد فريق قوي تيحارب؟ نعم يا حبيب القلب. بكرة وين مباراتك وأي ساعة؟ مباراتي بعين تورة. أي ساعة؟ احترامي. لا تقول لك شغلي مع احترامي لعين تورة وما لعب عين تورة والمدرسة، صدقني ما تتفوت خمسة معك خمسة تيحضوا المباراة، ما في مدرسة ما في مطرح تتوقف. يعني المهم بدي أقول لك شغلي كلمة أخيرة بهذا الموضوع، نحن ما بقى نسكت، ونحن بالطرق الديمقراطية والقانونية بدنا ناخد حقنا، وما رح نسمح لا للأمين العام انه يحول اتحاد كرة السلة يحولها لدكتان، يلي انطوان شوايري حول هذا الاتحاد الى اتحاد على مستوى عالمي. ما رح نخلي غسان فارس يحول هذا الاتحاد دكتان، يغير فيها كل بده، يجيب الضاعة فيها كل بده، يقرر فيها كل بده، ويربح فيها كل بده، والحكم اللي بيكون صائد بمباراة يوديه فيرضيه تيكون هو أستاذ جو أنا بشكر اتصالك، تيكون موجود باتحاد الجاي. أنا بشكر اتصالك وبوعدك بكرة أنا طالع، ما بعرف إذا صديق إذا زميلي جورج معه وقت، طالعين نحضر الجيم بكرة لشوف فريق النوبين ولشوف إدارة المباراة كيف بدها تكون. خليلي عينك. أنا بشكرك، ميرسي لك. أنا بشكرك أنك طلعت الدرجة الثالثة على. نحن ما حد بيجي لك أستاذ جو، نحن كل مشكلة بنضوي عليها تنحلها، يعني لا مش القصد نضوي على المشاكل بس لهيك تنتسلى، نحن القصد إنه نوصل لحل. ميرسي لك مجددا، باي باي. بشكرك الله معك، باي باي.